انا لما يجي يقول لي فورم اسيت كونتين فايف كاروت، يعني عايزني اعمل ايه؟ عايزني اعمل ست فيها كونتين، يعني فيها ايه؟ فايف كاروت. يبقى اول حاجة اعد الفايف كاروت من دول 1 2 3 4 5 واحطهم في جروب، احطهم في جروب كده زي السيركل اللي انا عملتها دي كده. كده حطيت 5 cards in one set. يبقى لما يجي يقول لي form a set بعمل ايه؟ بعمل circle على الست اللي هو عايزها بالنمبر اللي بيكون مديهولي. طيب طب يجي هنا يسألني سؤال يقول لي ايه؟ how many cards did reminded؟ reminded يعني اتبقى قد ايه؟ يعني ايه الباقي؟ لما انا خدت الجروب فيها 5 اتبقى لي كام واحدة بره؟ باقي كده كام واحدة بره؟ برافو يا فارس، 3. يبقى اكتب 3 كارت واكتبها بالديجيت برضو عشان ما انساهاش. ال 3 بالديجيت كانت بتتكتب ازاي؟ حد يمليني؟ اي اي اتش ار اي اي. برافو. طيب نكرر السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه؟ عرفتي تقراي كده يا فريدة؟ four a set four six contain six apples. contain six apples. اعمل ايه؟ يبقى عايزني احط six apples في جروب 1 2 3 4 5 6 اهو، احطهم كده في جروب مع بعض كده. how many، هنا في غلطة في السؤال، هنا المفروض يقول لي apple. how many apple did remind it? how many apple؟ One. one. برافو. fell one. OME. o n e. برافو. طيب لما يجي يقول لي ازاي اعمل complete in order، complete in order يعني عايزني اكمل بنفس الاوردر اللي هو مديهولي، ازاي اعمله بقى ده ال complete in order؟ بشوف اول حاجة مثلا هو كاتب لي كده 1 2 3 كوما، حطيت لي هنا point وهنا point. فانا ببص على اول number first one، هتبقى دي اللي بايه start from one. بعد كده two، فالنمبر هنا حصل له ايه؟ increase or decrease، يعني النمبر هنا بيزيد ولا بيقل؟ بيكبر ولا بيصغر؟ ال one بقت two، يبقى كده كبرت صح؟ طالما أيوة كبر كبرت يبقى حصل لها increase، حصل لها ايه؟ انكرين اه يبقى يكبر يعني increase. يبقى هنا كده 1 اللي بعدها 2. طب زادت كام؟ زادت 1 بس، عشان 1 وانا عارفة ان 1 plus 1 equal 2. يبقى هنا 1 2 3، يبقى هو كل مرة بيزود 1، كل مرة بيعمل increase by 1. يبقى after 3، after 3 what؟ 4 4. يبقى اكتب هنا 4. After 4 5 5. برافو. طيب كاتب لي هنا كده 4 وهنا مديني 5 وهنا مديني point وهنا مديني point. فبص اشوف هنا ايه، start from 4 بعد كده حصل لها increase، زادت بقت 5. يبقى هنا 4 5 after 5 what؟ 6 6. بعد كده 7 7. طيب هاخد الانفرس بتاعها، لما مديني هنا 7 6 5
حاطط لي هنا point وهنا point، وبيقول لي complete in the order. هنا ال 7 بقت 6، كده كبرت ولا صغرت؟ صغرت صغرت، يبقى حصل لها decrease. حصل لها ايه؟ increase decrease increase decrease. يبقى لما بيكبر بقول increase له حصل له ايه؟ increase. يكبر يبقى حصل له ايه؟ increase 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 increase. قولي ورايا increase increase. انما لما النمبر بيصغر يبقى حصل له ايه؟ decrease. increase decrease. يبقى ال 7 بقت 6 بقت 5، ده كده بتصغر. يبقى ايه اللي قبل ال 5؟ برافو يا فارس. 4. وايه اللي قبل ال 4؟ 3 3. برافو.2 يبقى النمبر هنا بيصغر، هاي يحصل له decrease. طيب 3 يديني اكزامبل زي ده. يلا يا فارس هتحل بتشاور زي ما انت بتشاور كده. هنا بيقول لي ايه؟ complete in order. هنا بادئ لي 2 بعدها 3، يبقى اللي عليها الدور ايه؟ after 3 ايه؟ 4. after 4 5. after 5 6. after 6 7. برافو. يلا يا فريدة، هنا مديني 3 بعد كده 4، يبقى النمبر هنا بيحصل له ايه؟ increase or decrease؟ فريدة، نعم النمبر هنا بيحصل له increase or decrease، يعني بيكبر ولا بيصغر؟ تبليغ النمبر بيكبر. بيكبر يبقى حصل له ايه؟ increase. increase يلا after 4 five 5. after 5 6. after 6 7 7. يلا يا فارس، the third one هنا مديني ايه؟ 6 بعد كده بقت 5، يبقى هنا النمبر ايه يحصل له ايه؟ بيكبر ولا بيصغر؟ بيصغر، يبقى بيحصل له decrease. يبقى هنا قبل ال 5، قبل ال 5 ايه؟ قبل ال 5 نو قبل الفايف فور قبل ال 5 4، لأن هنا النمبر بيقل، النمبر بيصغر. بدأ لي ب 6 بعد كده 5 بعد كده 4، كل مرة بصغر. قبل ال 4 ايه؟ 3. برافو. قبل ال 3 2. تمام. طيب يلا يا فريدة، هنا 5 بعد كده حطيت لي point وكمان point وبعد كده 2، فأنا هعرف إن النمبر هنا كده بيقل ولا بيكبر؟ بقل بيقل. برافو، عشان كانت 5 وبعد كده في الآخر هتكتب لي 2، يبقى النمبر هنا بيصغر بيقل، يعني بيحصل له decrease. طيب يبقى ال 5 اللي قبلها 4 4. برافو. قبل ال 4 3 3، قبل 2 ال 3 2 1 وكتبها لي وبعد كده 1. برافو يا شباب، اكسلنت.
هنفتكر كده مع بعض. انا دلوقتي عايزة اعمل، احنا حافظين النمبر from 0 to 10 صح؟ Yes. نقولهم كده 0, 1, 2, 3, 4. الصوت قطع عندي. طيب after 10، after 10 ايه؟ 11، 11 اللي بعد ال 10، 11 يبقى after 10 11. after 11 what؟ 12. 12 after 12 13. 13 after 13 14 after 14 15 after 15 16 17 18 19 20. يبقى after 10 هبدأ ب 11 12. بعد كده من أول ال 13 لحد ال 19 النمبر دول بيحبوا ياكلوا تين كتير. بيحب ياكلوا ايه؟ عارفين التين اللي احنا بناكله، الفاكهة بتاعتنا دي بيحبوا ياكلوها. فكأني بقرأ الأرقام وبقول بعدها تين، يبقى هنا دي كأنها 3 بس بقول 13. طب دي 4 وبتاكل تين كتير، فيبقى اسمها ايه؟ 14. تمام؟ يبقى اي نمبر من دول بيحب ياكل ايه؟ التين. يبقى بقرا النمبر زي ما هو واقول بعدها تين. طب دي اسمها ايه؟ ما بقولش 15 بقى، دي اسمها 15. طيب ده برضو 16. طيب ده بدأ بال 7 اهو، يبقى اسمها 17. يبقى 17. طيب ده 18. 18. طيب ده 19، يبقى 19 على بعضها. طب آخر واحدة دي ايه بقى؟ دي 20 أو ممكن حد يقولها 20. هي هي 20، هي هي 20. طيب ليه خدنا الأرقام دي بقى؟ عشان هديك واحدة في البلس والماينس كبيرة شوية أكتر من التين بقى. لما يقول لي هنا 7 بلس 5، يلا يا فارس 7 بلس 5 ايكوال وات؟ هعمل ايه يا فارس هنا؟ ماشي I put ال 7 in my mind وال 5 in my finger. بعد كده after 7 8 9 10 11 12. يبقى اكتب ال 12. برافو يا فارس. طيب لو مديني واحدة بالماينس بقى كبيرة كده، كاتب لي هنا مثلا 13 minus 6. في الماينس بعمل ايه؟ I put اللي smallest number in my mind، ال 6 احطها ايه؟ in my mind في دماغي، and count on to reach the greatest number، هعد لحد ما اوصل للايه؟ للنمبر الكبير اللي هو ال 13. يلا يا فارس ارفع صوابعك. after 6 اللي تعده ارفع على صوابعك. after 6
7. ها كام؟ 7 8 9 10 11 12 12 13. 13 رفعتي كم صباع كده، كم فينجر؟ شاور كده وريني يا فارس، رفعت كم فينجر لما عديت من السكس؟ لا نو، لما عديت من السكس لحد ما وصلت للثيرتين رفعت كم فينجر؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. يلا يلا نعد، نحط السكس في in my mind، نحط السكس في دماغك واقفل عليها كويس. السكس احطها في دماغي، قفلت عليها. يلا هعد after six seven. ارفع صباعك، ارفع صباعك باللي هتعده. 7 يبقى رفعت one finger اهو. بعد ال 7 8 9 10 11 12 13. رفعت كده كام صباع؟ عد صوابعك اللي رفعتها. لا يا فارس، رفعت كام صباع يا فريدة؟ تاني يا فارس، حط السكس في دماغك وعد. يلا ارفع صابعك كده عشان اشوف. افتر سكس ارفع واحد واحد. سبعين، 7 يبقى ارفع صباع. يلا 7 ارفع واحد. 11، 12، 13، رفعتي كده كام واحد؟ 7. 7. برافو. تاني يا فارس، هديك واحدة تانية. مديني هنا يا فارس 11 minus 5، هعمل فيها ايه؟ هحط ال 5 in my mind، حط ال 5 في دماغي. يلا اقفل عليها. بعد كده عد، ارفع صباعك. يلا after 5 ايه؟ 6. يبقى ارفع اول صباع، ارفع اول صباع. يلا ارفع صبعك كده 6، بعدها 7 ارفع كمان واحد، بعدين 8، بعد كده 9 ارفع كمان واحد، بعد كده 10 ارفع كمان صباع، بعد كده 11. رفعت كده كام فينجر؟ رفعت كام فينجر؟ صوتك مش واصل، بيني على الشاشة يا فارس. تاني يا فارس، حط الفايف in your mind after five. ارفع يلا صابعك واحدة واحدة. six يبقى ارفع يلا صباع، ارفع one finger. six بعد كده 7 ارفع كمان واحد. ما تقعدش تحرك ايدك وايدك، خليك عامل على ايد واحدة. يلا after five ارفع صباع، نزلهم كلهم الاول. after five نزل صوابعك كلها وهنرفع واحد واحد. 6 برافو. بعد كده 7 ارفع كمان واحد، بعد كده 8 ارفع كمان واحد، بعد كده 9 ارفع كمان واحد، بعد كده 10 ارفع كمان فينجر. 10 ارفع كمان فينجر. كده انت كنت رافع 5 finger. كمل after 10 11 ارفع كمان ايه finger من ايدك التانية. واحد بس، واحد بس، واحد بس من ايدك التانية. يبقى كده ايه، how many finger؟ 6. يبقى 11 minus 5 it will be 6. هقولها انا تاني، ركز معايا. الصوابع اللي انا هرسمها اهي، ف 11 minus 5 I put 5 in my mind. أحط ال 5 في دماغي وأبدأ أعمل count، أبدأ أعد لحد ما أوصل لل 11. هبدأ أعد من بعد ال 5 لحد ما أوصل لل 11، واللي بعده الأرقام اللي بعدها برفعها على الفينجرز بتاعتي. يلا after 5 6 يبقى أدي كده أول finger، بعد كده 7 كمان finger، 8 كمان finger،
ناين تن إليفن. بعد كده هبدأ أعد الفينجرز اللي أنا رفعتها كده. أنا رفعت كام فينجر؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى رفعت 6 فينجر، يبقى الريزلت از 6. مديني واحدة تانية زي دي هنا، لما يجي يقول لي 10 minus 4 كنت بعمل ايه؟ لما يقول لي 10 minus 4 I put the 4 in my mind، كنت بحط ال 4 في دماغي وابدأ اعد لحد ما اوصل لل 10. يلا after 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا كده رفعت كام فينجر؟ تعالوا نعد الفينجر كده، 1 2 3 4 5 6، برضه 6 فينجر. يبقى في الماينس بعمل ايه؟ بحط النمبر الصغير in my mind وافضل اعد لحد ما اوصل للنمبر الكبير. فريدة هتحللي المسألة دي، 12 minus 8 هعمل ايه فريدة؟ افتح المايك عندك فريدة، اتكلمي كده. ايبود. iPod ايبود the 8 in my mind and count that count 12 لا count to reach I the 12 count to reach the the 12. 12. يلا حطي ال 8 في دماغك بسرعة وقفيل عليها وعدي يلا after 8 لحد ما اوصل لل 12. after 8 9 9 10 10 11 11 12 12 يبقى equals 4. equals 4. excellent فريدة، big star for فريدة، excellent. طيب واحدة كمان هنا مديني يا فارس برضو 12 minus 9. يلا يا فارس اعمل ايه؟ I put 9. ال 9 احطها فين؟ In my mind. برافو. وعد يلا عد لحد ما اوصل ل 12. after 9 10 11 12. يبقى the result is 3. برافو يا فارس. يبقى عديت لحد ما وصلت لل 12، يبقى the result is 3. excellent. طيب واحدة كبيرة بقى شوية، مديني هنا 14 minus 8. 14 minus 8. I put the 8 in my mind، احط ال 8 في دماغي واقفل عليها كويس وافضل اعد after 8 to reach ال 14 لحد ما اوصل لل 14. يلا after 8 9 10 11 12 13 14. How many fingers؟ 6. برافو يا فارس. Excellent. هبعت لكم الهوم ورك على الجروب تحلوه وتبعتوه لي. المرة الجاية هنسمع النمبر بالديجيت from 0 to 6. هنكتبهم ايه from 0 to 6. يلا حد عنده حاجة مش فاهمها؟ لا كله فاهم؟ تمام حبيبة كله قلبي، فيه يلا باي. باي.